إذا عن تداعيات القصف الذي استهدف مطار أربيل ومسؤولية ميليشيا الحشد عنه والخطوة التالية التي ستقوم بها بغداد وأربيل، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل محمد زنجنة الكاتب الصحفي العراقي المهتم بشأن الكردي. أستاذ محمد مرحبا بكم. يعني بعد القصف الذي شنته الميليشيات على أربيل، رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي أعلن تشكيل لجنة للتحقيق بهذه الهجمات، هل يعول العراقيون والحكومة في أربيل على مثل هكذا تحقيقات أستاذ محمد؟ مساء الخير يا مرباش. طبعا كل اللجان التي تشكلت من قبل كل الحكومات العراقية لحلحلة كافة الأزمات الموجودة في العراق، إن كانت مع أقليم كردستان أو غير مشاكل أخرى تصيب العملية السياسية العراقية، لم تخرج بنتيجة مرضية بكل صراحة. اليوم الحكومة للأسف مكبلة، لا حول لها ولا قوة. الميليشيات هي التي تسيطر على العملية السياسية، هي التي تريد أن تبين بأن يدها أطول يد من الحكومة، ولكن مرونة أقليم كردستان واعترافها بالدستور والتأكيد على ضرورة وجود هيبة للحكومة الاتحادية، والدليل على بدليل أنها يعني ما زالت متواجدة على الخط القانوني والخط الجنائي العسكري دون اللجوء إلى أساليب أخرى، هو هذا الدليل على أن حكومة أقليم كردستان تحترم الدستور وتحترم الحكومة الاتحادية. وإلا فأقولها وبكل صراحة، أغلب المواطنين في أقليم كردستان لا يعولون على أي لجنة تشكل في بغداد. طيب. لأن حتى لو كانت للحكومة نية في حلحلة هذه المشاكل، الميليشيات لن تسمح بحلحلتها. نعم. أستاذ محمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم فصيلا في ميليشيا الحشد بالمسؤولية عن تنفيذ هذا الهجوم الذي طال مطار أربيل مساء أمس الاثنين. يعني هل لديكم أدلة واقعية على هذه الاتهامات تحديدا؟ يعني أكثر من الأدلة التي صدرت عبر البيانات من قبل من يسمون نفسهم مرة بأصحاب الكهف، مرة أولياء الدم، مرة ربع الله، مرة ما إلى ذلك. كل هذه الأسامي هي أسامي مزيفة لأطراف شيعية بين قوسين منتظمة تحت إمرة ميليشيات غير منضبطة ضمن المنظومة الدفاعية العراقية. كل هذه الأطراف يعني تبين بأنهم يريدون تنفيذ أجندات ميليشياوية تضر بكل العراق. اليوم يجب أن نفرق بين مؤسستين مهمتين، أولهما قانونية تنتظم ضمن المنظومة الدفاعية العراقية ألا وهي الحشد الشعبي التي يترأسها فالح الفياض. طيب. والثانية هي الميليشيات الولائية التي ليس لها أي ولاء لأي عملية سياسية عراقية ولا لأي هيبة عسكرية عراقية. لذلك أنا أقول وبكل صراحة، الأدلة الملموسة هي عبارة أولا عن هذه البيانات، ثانيا هناك أيضا تحركات استخبارية في هذه المناطق. يجب أن نسأل، يعني هذه المناطق التي أطلقت منها الصواريخ قريبة أو تقع ضمن حدود محافظة أربيل تاريخيا وجغرافيا، ولكن هناك الشك بأن تكون هذه السيارات قد خرجت من محافظة نينوى وأصبحت قريبة من أربيل، وخصوصا أن بيان ما يسمى بأولياء الدم يقول بأنهم متواجدون في داخل إقليم كردستان وفي داخل أربيل، وهذه أيضا تحتاج إلى تحقيقات كثيرة. ولكن التصرفات، نوعية الصواريخ، هذه الحركة التي حصلت وكل اتفاق يحصل بين بغداد وأقليم كردستان ونرى هذا التصرف، كل هذه أدلة تؤكد بأن الأجندة الميليشياوية هي الموجودة التي تريد دق الأسافين بين الطرفين. يعني لا أعرف ما الذي نحتاجه إلى أدلة أكثر. طيب أستاذ محمد، يعني عهدنا بكم في لقاءات سابقة أنكم تتحدثون بصراحة وبأكثر جرأة. هنا السؤال ربما يحمل الكثير من الواقعية، هل تمتلك حكومة أربيل القدرة والجرأة على اتهام إيران بهذا الهجوم، على اعتبار أن من تبنى الهجوم هي ميليشيات مدعومة إيرانيا سرايا أولياء الدم؟ هل لدى حكومة أربيل الجرأة والقدرة على اتهام إيران مباشرة؟ أخي العزيز، إن حدثتك عن جرأة حكومة أقليم كردستان سأحدثك عن 20 أكتوبر 2017، عندما هربت كل القوى التابعة لإيران ولغير إيران في مناطق بردية وسحيلة ولم تتحمل ساعة واحدة من المعركة في هذه المناطق. رد حكومة أقليم كردستان على إيران أو غير إيران لن يكون بالأساليب التي عهدناها من هذا الفصيل أو ذاك الفصيل الذي يهدد ويهدد ولا يحقق شيئا. منذ 40 عاما هناك فصائل عربية تندد بالتدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية ولم تحرك ساكنة لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية. نعم هناك علاقات جيدة بين أقليم كردستان وجمهورية
إيران الإسلامية، هناك روابط تاريخية، ولكن هناك خط أحمر عبارة عن أمن واستقرار إقليم كردستان والسياسة الداخلية في إقليم كردستان، هذا ما لا يقبله الإقليم. الإقليم يسلك الطريق القانوني والطريق الدستوري، هناك قوانين دولية، هناك مسائل تتعلق بحسن الجوار، مسائل تتعلق بالأدلة الجنائية بالأدلة العسكرية. فإن ثبت تورط إيران في أي مسألة بالداخل الكردستاني فلن تتوانى حكومة إقليم كردستان باتهام إيران بشكل مباشر أو غير مباشر. الرئيس نيشيربان بارزاني اليوم طالب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالتدخل لحل حالة هذه المشكلة. إذن الكرة اليوم في ملعب الحكومة العراقية، لأن بكل صراحة لو تدخلت حكومة إقليم كردستان عسكريا ستتحول المسألة إلى حرب أهلية لن نتحمل عقباها أي من الأطراف. طيب أستاذ محمد، الكرة اليوم في ملعب والمجتمع الدولي. أستاذ محمد لنكن صريحين أكثر، كردستان العراق لكن كردستان العراق تحالف بعد 2003 مع الأحزاب المدعومة من إيران، ويعلم جيدا أن هذه الأحزاب الطائفية مدعومة من إيران. مجلس الحكم خير دليل على ذلك، ما هو ردكم؟ نعم، الأطراف الأخرى أيضا كانت أكثر طائفية من الأطراف التي نراها الآن والتي تحكم العراق، كانت تطالب بعودة صدام حسين، كانت تطالب بمركزية مقيتة ما كان موجود بعد 2003. الرئيس مسعود بارزاني بادر ولأكثر من مرة بدعوته للعشائر العربية السنية لأربيل للسليمانية لإفهامهم العملية السياسية الجديدة، أغلبهم كان يقول لا حوار إلا بعودة نظام البعث، لا حوار إلا بخروج الأمريكان، والأمريكان لم يكونوا ناويين، لم يكونوا على نية للخروج، واليوم أيضا لن يخرجوا من العراق. إذا عندما تكون هناك فصائل تهدد إقليم كردستان وتهدد الخط الأحمر لإقليم كردستان ولا تستمع للمبادرات ولا تستمع للنصائح التي قدمتها القيادات الكردستانية، الراحل مام جلال، الرئيس مسعود بارزاني، العديد من القيادات السياسية، فأين المفر؟ يعني بكل صراحة هناك شخصيات عربية سنية محترمة جاءت إلى إقليم كردستان وبينت آفاق للتحالف مع إقليم كردستان، ولكنها وبسبب ضغوط من قبل الأطراف التي كانت مدعومة من هذا الطرف أو ذاك، لا نسمي أطراف داخلية كانت أم خارجية، انسحبوا من هذه التوافقات التي كان من الممكن أن تؤدي بالعراق إلى مستقبل أحسن مما نراه الآن. طيب أستاذ محمد، إذا كان يهتم بالشأن السني بكثير من الشأن الكردي. طيب الزميل العربي، إذا ناقشنا الخطوات المقبلة، يعني على سبيل المثال فاينانشال تايمز البريطانية قالت إن قصف أربيل يذكر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لممارسة الميليشيات، هل حان الآن برأيكم الأوان لوضع حد لما يجري، وما الخطوات التي ستتبع من قبل الحكومة في أربيل إذا ما ثبت أن ميليشيات قامت بقصف مطار أربيل مدعومة إيرانيا؟ ما هي الخطوات التالية من وجهة نظركم أستاذ محمد؟ نعم، اليوم المجتمع الدولي يجب أن يتقدم بخطوات كبيرة نحو العراق، أولا بإزالة إرهابي داعش وهذه الأطراف التي لم تمتهن إلا الإرهاب والذبح، ثانيا الميليشيات الولائية التي لا تعترف بأي شيء له علاقة بالسيادة العراقية وبهيبة الدولة العراقية. اليوم حكومة إقليم كردستان تسير على خط قانوني بمطالبة المجتمع الدولي بحل حالة هذه المشاكل. إن ثبت بأن إيران هي متورطة في هذا العمل، مع أن إيران تبرأت من هذا العمل وتبرأت أيضا من الفيلم المهين للقيادات الكردستانية قبل فترة، وتبرأت أكثر من مرة من هجوم لهذه الميليشيات، لكن المسألة متروكة للتحقيق الحكومي العراقي ولتحقيق الحقوق الدولي الذي من الممكن أن يؤدي بالوضع إلى نتائج كبيرة ونتائج مهمة جدا. ولكن بكل صراحة أنا أقول يجب أن نعول على مبادرات ما قبل 2005 للرئيس مسعود بارزاني، إن أردنا عراقا واحدا وموحدا بعيدا عن الطائفية لعودة العملية السياسية من جديد. نعم، إلى خطها الطبيعي والذي لم تشهده العراق أبدا منذ 20 القرن الماضي وحتى الآن. المجتمع الدولي، المحكمة الدولية، المحكمة الجنائية، الأمم المتحدة هي من ستتهم إيران وليس حكومة إقليم كردستان ولا الحكومة العراقية، لأن العراق لا حول له ولا قوة، والحكومة في إقليم كردستان حكومة إقليم ضمن دولة ولا تستطيع الاتهام ولا تستطيع توجيه أصابع الاتهام ولا تستطيع أن تمتد أكثر نعم من الحد محمد. العراقي من الحدود العراقية لإثبات هذا الموضوع. عبر سكايب من أربيل محمد زنقنة الكاتب والصحفي العراقي المهتم بشأن الكردي، شكرا جزيلا لكم.